نرسم بالألوان ونغني أحلى الألحان. هذا هو صوت الثعلب. ارحل ارحل يا كذاب بعد ما ماما تقبل، لا تفتح هذا الباب. في بيتي أم الصيصان رن جرس الباب، في بيتي أم الصيصان رن جرس الباب. أنا جدتكم يا حلوين، تعالوا انضموا في الأحضان، اشتقت إليكم يا صيصان. هذا هو صوت الثعلب. ارحل ارحل يا كذاب بعد ما ماما تقبل، لا تفتح هذا الباب. في بيتي أم الصيصان رن جرس الباب، في بيتي أم الصيصان رن جرس الباب. أنا ابن الجيران، تعالوا نمرح في الوديان ونطير فوق الأغصان. هذا هو صوت الثعلب. ارحل ارحل يا كذاب بعد ما ماما تقبل، لا تفتح هذا الباب. في بيتي أم الصيصان رن جرس الباب، في بيتي أم الصيصان رن جرس الباب. دن 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 من بالباب. أنا ماما يا حلوين، أكيد أنتم جوعانين، جلبتوا معي حلوى الدين. أهلا ثعلوب الكذاب، ماذا تفعل عند الباب؟ هذه ماما، يا ويلي، فلأهرب كي أنجو بذيلي.